شعار يوم الوفاء عقد مجلس عمد ومشايخ مطروح مؤتمرا شعبيا موسعا للإعلان عن دعم حكماء ومشايخ وعمد مطروح الكامل لقرارات القيادة السياسية لمحاربة الإرهاب والاحتفال بأبرز ما تحقق مؤخرا من إنجازات على أرض المحافظة، وذلك بالمقر الدائم لمجلس العمد والمشايخ بحضور محافظ مطروح ورئيس مجلس العمد والمشايخ ونواب المحافظة بمجلس النواب. مجلس العمد يتكون بعد الانفلات الأمني وبعد غياب المؤسسات اللي هي المحليات وغيره، فاحنا فكرنا ان نعمل كيان مؤسسي بحيث انه يحل مشاكل مطروح. ساعتك تعرف مطروح ليها طبيعة خاصة في حل المشاكل، بتحل بطريقة العادات والتقاليد واللجوء الكبير العائلة للعمد والشيخ. فكانت الفكرة من هنا، يعني عظمنا الفكرة عشان نحل بها مشاكل أبناء مطروح في فترة غابت فيها كل المؤسسات. دور ده جه لإنجازات السيد محافظ وطول فترة معانا من قبل ما يبقى محافظ، وهو قائد مكتب مخابرات، وهو لا كل ولا مل في العمل لصالح مطروح وشعب مطروح بالكامل. يعني هو محافظ مطروح ست اللواء علاء أبو زيد، هو احنا بنعتبره ابن من أبناء المحافظة، هو أكثر من تفاعل مع أبناء المحافظة. كافة المشروعات اللي في خلال السنتين اللي فاتوا، يعني في 11 مشروع استثماري بقيمة تقديرية في حدود 22 مليون. كرم المجلس خلال المؤتمر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لجهوده المستمرة في تطوير المحافظة والارتقاء بها وجعلها من المحافظات الجاذبة للاستثمار. سيادة المحافظ علاء أبو زيد، طبعا احنا باعتبار ان هو ابن من أبناء مطروح، باعتبار ان هو محب لمطروح، إنجازاته في محافظة مطروح وعلاقته بجميع تركيبات محافظة مطروح زي ما سيادتك شفت في المؤتمر النهاردة، ده بيخلينا نقول له يعني على الأقل متشكرين. احنا تأخرنا في تكريمه صراحة، وهو أعماله وإنجازاته على أرض الواقع وانتمائه لابناء قبائل مطروح يستحق منا كل التكريم، كل الاحترام، كل التقدير. والعمد والمشايخ يعني لفتة طيبة منهم وأنا بشكرهم عليها. التكريم ده تأخر شوية. على أبو زيد كرمته الدنيا كلها، وإحنا مستنين إن هو زي ما هو حضرتك هو سمعته قال التكريم ده أعز تكريم وأعز تكريم، لأنه أنا حاسس إن هو من أهلي. أنا سبق تكريمي دولياً أو محليا من العديد من المؤسسات الحكومية، ولكن أول مرة بصراحة محافظ يتكرم من أهل بيته، وده بصراحة يعني أنا ليه طعم عندي، وأنا قلت حتى في كلمتي إن ده ليه حلاوة وليه طلاوة بخلاف اللي أنا كرمته قبل كده كله. تناغم واضح تشهده مطروح بين القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية يصب في النهاية في صالح تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لحدود مصر وبوابتها الغربية. عمرو موسى، صباح دريم.